يطول زمن الحرب الدامية في اليمن، فتطول معه عمر المأساة المتفشية على شكل مجاعة وأوبئة وأمراض فتاكة. فالدفتيريا المرض القديم الطارئ يعاود الظهور كلما تقلصت فرص القضاء عليه وازدادت مساحة الكارثة. ومثل الدفتيريا كذلك الحال مع مرض الحصبة والتهاب الكبد الوبائي، لكن الأخطر وبحسب أعداد المصابين هو وباء الكوليرا. فهناك أكثر من 1,000,000 حالة يشتبه إصابتها بالوباء، و2,275 حالة وفاة منذ نوفمبر 2016، كما أعلنت عن ذلك منظمة الصحة العالمية. الحكومة وضمن جهودها للقضاء عليه نفذت أول حملة للتطعيم بدأتها في مدينة عدن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أما عن اقتصار الحملة في عدن فأرجعت المنظمة السبب إلى أنها لم تحصل على إذن للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد. موظفو إغاثة أيضاً أوضحوا أن بعض كبار المسؤولين الحوثيين اعترضوا على التطعيمات، ما أدى إلى تأخير البرنامج نحو عام، ويشترطون على المنظمة توفير أدوية لجرحاهم في جبهات القتال بديلاً عن شحنات التطعيم التي يرون أنها ليست ذات جدوى في ظل استمرار الحرب. ليست المرة الأولى لرفض ميليشيا الحوثي دخول التطعيمات للبلاد، ففي يوليو 2017 ألغت مجموعة التنسيق الدولية المعنية بتوريد اللقاحات حملة التطعيم جراء رفض الميليشيا، ليتم توجيه 1,000,000 جرعة لقاح كوليرا إلى جنوب السودان بديلاً عن اليمن بحسب تصريح مسؤول في وزارة الصحة. كذلك أرجعت ميليشيا الحوثي في شهر أغسطس 2016 شحنات اللقاحات الخاصة بالأطفال 4 مرات من مطار صنعاء بحجة عدم حاجة الأطفال اليمنيين إلى اللقاحات، وألغيت بناء على ذلك حملات التحصين المقررة للأطفال دون سن 5.